في كومبوزيشن بالعربي معي انا لدليل. لو اول مره تحضر واحد من الفيديوهات بتاعي ما عليك الا تعمل سبسكرايب للقناه عشان يجي كل الفيديوهات. وكمان لو انت قبل كده حضرت الفيديوهات بتاعي عايز اقول لك شكرا كتير. زي ما متعودين احنا دائما ناخذكم في محلات او جولات في جنوب السودان خاصه في العاصمه جوبا. الليله انا في محل فتحوه جديد مطعم اسمه 360. مطعم ده في روف توب. هوريكم الفيو بتاع المطعم انت لما تكون موجود فيه. متعودين في كل مرة في الفيديوهات بتاعي في اليوتيوب عارفكم على محلات جديد. قبل ما اتكلم عن الحاجة اللي عايز اعرفكم جديد عليه وفي جنوب السودان عايز اسألكم سؤال واحد. صحيح انت بتعرف اطول شارع شبه مستقيم في جوبا؟ لو انت بتعرف قبل ما تحضر الفيديو كله اكتب لي في التعليق تحت دياتو شارع بيبدأ من وين؟ فيه كم تقاطع؟ فيه كم صينية؟ فيه ياتو حي؟ اكتب لي تحت شاركنا. ولو انت ما بتعرف وانت حابب انك تعرف ما عليك انك تكمل الفيديو لحد النهاية وحنكتشف مع بعض اطول شارع شبه مستقيم في العاصمه بتاع جنوب السودان جوبا. اطول شارع شبه مستقيم في العاصمه جوبا او في جنوب السودان بيبدا من الصينيه بتاع 7 دايز. وينتهي في كوبري لوري في منطقه بتاع لوري. المسافة من الصينية بتاع 7 دايز لحد كوبري لوري قرابة 18 كيلومتر. أول تقاطع بلاقيك اللي هو بتاع سان كيزيتو واللي بيكون اتجاهه الشمالي أو اليمين لو أنت ماشي من هنا بيقع عليك أو بوديك لمونوكي 107. أما تقاطع البعدين ده تقاطع بتاع بوابة والكمان بوديك لاتجاه بتاع روك سيتي. لو أنت ماشي من هنا هيكون في شمالك في يمينك بوديك لريفرندوم حي بتاع ريفرندوم. منه تقاطع بتاع بيتي اوير وكمان تقاطع بتاع دوحة. اما الكباري اللي بقابلك في كوبري بتاع حبوبة تم التدشين بتاعه قريب ده وكمان منه حيمشي طوالي لكوبري بتاع كفري واخر كوبري بلاقيه اللي هو كوبري بتاع لوري المنطقة اللي بتجيب فيه الشارع الشبه مستقيم في العاصمة الجمعة. في اتجاه الشمال الاحياء اللي بتمر بيه الشارع هو حي بتاع معونة مونوكي منقاد دار السلام حي جبل في قديلة جوفا زين قديلة ويس فوق السوق زاندي جوفا حي بركة قري ليمون غابة كفوري كابو. أما بالاتجاه اليمين في مؤونة حي جبل قديلة مربع تيزا حي بيتري قديلة غرب حي بركة قري كفوري. ونحن في الآخر وصلنا لكوبري لوري. وبكده وصلنا للنهاية بتاع الشارع أو مشوار بتاعنا عشان نتعرف على أطول شارع شبه مستقيم في العاصمة جوبا. لو انت عايز تعرف كتير عن محل هسي انا موجود فيه اللي هو لوري ما تنسى انك تخش على الفيديو هذا القديم. دي فيديو كامل عن لوري وبيربط ياتو منطقه في جوبا ممكن تقدر تمشي تحضره. وكمان ما تنسى انك تعمل سبسكرايب للقناه. شكرا تاني كتير على الجوله المميزه والرائع والمشوار اللي احنا قضيناه مع بعض لحد ما وصلنا هنا. في فيديو جاي حنتعرف على محل جديد وكمان حنعرف حاجات كتير عن جنوب السودان. انا كان معاكم ليدي لين. ثانك يو.